السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي بمدرسة رواد المستقبل للغات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، ودرس بعنوان الضمائر. الضمائر نوعان، منها ضمائر بارزة ومنها ضمائر مستترة. وكذلك الضمائر البارزة نوعان، ضمائر بارزة متصلة أو ضمائر بارزة منفصلة. هيا بنا نتناول أولا الضمائر البارزة المنفصلة، وهي عبارة عن ضمائر الغائب وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب. ضمائر الغائب هما هم وهن، وضمائر المتكلم أنا ونحن، وضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. ولهذه الضمائر إعراب ثابت، وهي ضمير، ونذكر نوعه، مبني في محل رفع مبتدأ. فإذا قلنا مثلا عاد الطالب وهو مسرور، أو أنتم مخلصون لوطنكم، فالضمير المنفصل البارز هو وأنتم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. هيا بنا نتناول النوع الآخر، وهو الضمائر المتصلة، وهو إما ضمائر رفع متصلة أو ضمائر نصب وجر متصلة. أولا ضمائر الرفع المتصلة، وهي عبارة عن مجموعة ضمائر تتصل بالفعل، سواء كان فعل عادي أم فعل ناسخ، مثل تاء الفاعل، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، ناء الفاعلين، ونون النسوة. كأن تقول كتبت، كتبت، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن. وكأن تقول في واو الجماعة كتبوا أو يكتبون أو اكتبوا. وألف الاثنين كأن تقول اكتبا، يكتبان، كتبتا. وياء المخاطبة كأن تقول تكتبين أو اكتبي. ونون النسوة كأن تقول كتبنا أو يكتبنا أو اكتبنا. أما ناء الفاعلين كأن تقول كتبنا. ولهذه الضمائر إعراب أيضا، فهي ضمير مبني في محل رفع دائما. فإما أن تأتي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وذلك عندما تتصل بفعل عادي، كأن تقول كتبت، شربت، لعبت، قرأنا القرآن. فأنا أو ناء الفاعلين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أما عندما تتصل هذه الضمائر بأي فعل ناسخ، فهي تعرب ضمير متصل مبني في محل رفع اسم لهذا الفعل الناسخ، مثال أصبحنا في نعمة وستر. فناء الفاعلين هنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم أصبح. هيا بنا نتناول النوع الآخر، وهو ضمائر النصب والجر المتصل، وهي مجموعة ضمائر ناء المتكلمين أو لها اسم آخر ناء المفعولين، كأن تقول دربنا المدرب على لعب الكرة. ونفرق بينها وبين ناء الفاعلين أنها تدل على من وقع عليه فعل الفاعل، فنحن من قام المدرب بتدريبنا فنقول دربنا. أو كأن تقول كتابنا مفيد، فكتابنا الناء هنا تسمى ناء المتكلمين. وأيضا هاء الغيبة كأن تقول كتابه، كتابها، كتابهما، كتابهم، كتابهن. وياء المتكلم كأن تقول كتابي أو علمني. وكاف الخطاب كأن تقول كتابك، كتابك، كتابكما، كتابكم، كتابكن. ولهذه الضمائر إعرابان، فهي إما ضمير في محل نصب أو ضمير في محل جر حسب ما تتصل به. فهيا بنا نتناول إعراب هذه الضمائر بالتفصيل. فهذه الضمائر إما في محل جر
اسم مجرور وذلك عندما تتصل بحرف جر، مثال أن تقول فيه، علينا، علي، إليك، وهكذا. أو ضمير متصل في محل جر مضاف إليه عندما تتصل باسم، كأن تقول كتابي، كتابك، قلمه، قلمنا، وهكذا. وأيضا ضمير متصل في محل نصب مفعول به وذلك عندما يتصل بفعل، مثال أن تقول ساعدني، علمني، أدبني، وهكذا. علمك، علمه، كرمنا، وهكذا. أو في محل نصب اسم إن وذلك عندما تتصل بحرف ناسخ، مثال أن تقول إنك، إنه، إنني، وهكذا. هيا بنا نتناول النوع الآخر من الضمائر وهو الضمير المستتر. فالضمير المستتر هو ليس له وجود في النطق ولا في الكتابة، ولكنه يفهم معنى الكلام ويقدر، ويقدر دائما بعد الفعل العادي أو الفعل الناسخ، ويكون واحد من هذه الضمائر الخمسة فقط: أنا ونحن، أو هو وهي، أو أنت. مثل أن تقول أكتب الواجب، فهنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، فهنا يجب أن يأتي الفاعل ضمير مستتر، فلا يجوز أن تقول أكتب أنا الواجب. وأيضا الفعل المضارع الذي يبدأ بالنون فاعله دائما مستتر وجوبا تقديره نحن. وأيضا الفعل الأمر للمفرد المذكر المخاطب فاعله دائما مستتر وجوبا تقديره أنت. وأيضا كأن تقول الجندي ظل ساهرا، فظل هنا له اسم واسمه ضمير مستتر تقديره هو. والطالبة تفوقت، فالفاعل هنا أيضا ضمير مستتر تقديره هي. وإلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.